اليوم اللي أشوف أهلي في حالة نفسية يعني ما هي مريحة، أروح أجيب يتيم من الأيتام وأخليه يتقدم معانا ولا يتعشى معانا، والله يدخل السرور إلى قلبنا بشكل ما يعلم فيه إلا الله سبحانه وتعالى. يوم من الأيام جبت يتيم من أيتامنا اسمه اليتيم فاروق. هذا اليتيم فاروق جاء من قرية ليس فيها مسلم واحد، وأمه وأبيه غير مسلمين، وجبناه طبعا بأهله جابوه عندنا ودخلناه في المركز. وأذكر أنهم أتعبوني جدا في قضية حفظ القرآن، أطفال صغار ويجب أنك ما تحاول تسحبهم بالقوة حتى يفكروا بطريقتك، وحتى الفاتحة ما كانوا يقدروا يحفظوها ولا قل هو الله أحد. بعدين رحت جبت تيل الزجاجية الصغيرة اللي يلعبون فيها الأطفال، وقلت أي واحد يحفظ صورة من الصور أعطي تيلة، اللي صورتين أعطي تيلتين، اللي ثلاث. وفجأة خلال أسبوعين عدد كبير منهم حفظ نص جزء عمه بفضل الله، ثم بفضل هذه الحوافز، طبعا حوافز على مستواهم وبتفكيرهم. واليتيم فاروق هذا يوم الأيام خرجنا للدعوة أنا وأهلي ومعنا داعية يترجم لنا، وفوجئنا فيه قاعد في القرية تحت شجرة وعمره هو 6 سنوات، وكان حوله مجموعة حوالي 15 شخص رجال كبار وهو يعلمهم مبادئ الإسلام. لم نصدق أعيننا أن طفل عمره 6 سنوات ويعلم ناس كبار، فجلس معاهم وكلمناهم، وأربعة من الموجودين أسلموا حالا والبقية قالوا اتركونا بس شوية نفكر، واضح ومقتنعين بأن الإسلام هو دين عظيم ونريد أن نسلم، ولكن دعونا نفكر ونستشير أهلنا ونستشير كبار القرية ثم ندخل في الإسلام. مسكت اليتيم فاروق دعيته عندنا في البيت لما رجع، وقلت له أنت ليش تقعد تعلمهم الإسلام؟ فقال أنا إذا رحت الجنة ما ألقى إلا عرب، وأنا ما أعرف عربي، فعايز يروحون معاي ناس من قريتي حتى أستانس معاهم.